شنو ثوابها وشنو أجرها؟ روي عن النبي صلى الله عليه وآله: من قرأ في ليلة من ليالي رجب 100 مرة قل هو الله أحد في ركعتين، يقسم 100 مرة قل هو الله أحد على الركعتين، فكأنما قد صام 100 سنة في سبيل الله، ورزقه الله في الجنة 100 قصر كل قصر في جوار نبي من الأنبياء عليهم السلام، ركعتان تصليان في أي ليلة من ليالي شهر رجب، الليلة 10، الليلة 20، أي ليلة من ليالي شهر رجب. طبعا لما نقول الليلة شنو نقصد؟ نقصد فترة الليل، يعني ابتداء من المغرب إلى طلوع الفجر، عبارة عن ركعتين. يقرأ الإنسان في هاتين الركعتين مضافا إلى سورة الفاتحة، يقرأ سورة التوحيد 100 مرة ويقسمها على الركعتين، يعني مثلا يقرأ 50 مرة التوحيد بالركعة الأولى و50 مرة التوحيد في الركعة الثانية. طبعا بالنسبة لسورة التوحيد كل مرة تقرأ مع البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى نهاية السورة، ويرجع يبسمل مرة ثانية، وهكذا 100 مرة.